السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين احنا متتبعين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيان؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبصحة جيدة يا رب العالمين. فيديو جديد في القناة تحت الطلب ديالكم. بزاف ديال البنات سولوني في الخاص ملكة فين غبرتي ملكة، ما حطيتي لا البارح لا والبارح. البنات والله لا غير الاشغال كيجيو عندي الناس ديال المحل. كنكون مشغوله في المحل وكنكون مشغوله برا المحل. الاغلبيه كنكون مشغوله برا المحل، اغلبيه كيجلس عبد الرحمن وكيجلس في المحل، ولكن راه عندنا حوايج اخرين، عندنا اجونس ديال امانه، عندنا بزاف ديال الحوايج اللي كيديو شي شويه الوقت. اللي بغات تجي مرحبا، ميتعرف مرحبا. الناس الجداد اللي كيسولوني على عنوان ديال المحل، المحل كيتفتح السيمانه كلها من غير يوم الجمعه في الصباح، ما كنفتحوش حتى العشيه ان شاء الله، عاد باش كنفتحوا. اما الايام العاديه كلها راه حنا كنفتحوا فيها المحل. المحل كيتواجد في مدينه سلا، القريه حي البركه، سيكتور 4، زنقه سيدي عبد الله بن حسين، رقم المحل 10، محل عطور ريم. اللي بغات تجي مرحبا و100 الف مرحبا، اما تكون انا في المحل واما تكون الزوج ديالي في المحل. وبالنسبه للتوصيل راه حنا كنصيفطوا لجميع المدن المغربيه. الناس برا المغرب بزاف اللي تيتواصلوا معايا مؤخرا، ملكه علاش ما كتصيفطيش لنا برا المغرب؟ حاليا التوصيل برا المغرب ما كاينش، حيت الى صيفطت لكم في اجونس ديال امانه كتخلصوا عليها على حساب الديوانه وداكشي. داكشي علاش ما ان شاء الله حتى نشوف شي اجونس اللي نصيفط لكم اللي تكون ثقه وتوصلكم التسليعه ديالتكم دغيا دغيا. المهم نكملوا الفيديو ديالنا. اللي باقي ما شاركتش في القناه اش كتسناي؟ اش كتسناي اختي تشتركي في القناه؟ الحمد لله قربنا نكملوا 100 الف مشترك في القناه. اللي باقي ما داش لايك دير لايك وتشترك القناة مع الحباب والصحاب. نبداو على بركة الله. الناس اللي كيسولوا على ملطف الجو، انا غادي نشارك معكم ملطف هذا الفيديو. هذا فيما كنجي ندير فيديو كيصون اختي التليفون لي فان، اختي لي فان دياولي. بالنسبة لبنات ملطف الجو كاين اول شكل اللي هو اميرة العرب، راه ديجا معروف وما كاينش اللي ما كيعجبهاش اميرة العرب كيف ما كتشوفوا ها نتوما. ها هو بالنسبة لميل صنع الامارات كيف ما كتشوفوا هانتوما، هاهي صنع امارات. العلامه كيف ما كتشوفوا ديال الاصداف، العلامه المائيه ديال الاصداف، اصداف راه تابعه للشركه ديال لطافه كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه للميل فيهم 300 ميل ملطف ديال الجو 300 ميل. راكم عارفين رمضان بعدا يدخلوا عليكم بالصحه والرزق والتيسير وبكل ما كتمنوا على الابواب. بقات لي تقريبا شي 14 ولا 15 يوم، اغلبيه ديال النساء كيبغيو هكا بخور ولا ملطف الجو هكا ولا معطر الفراش، شي حاجه اللي يديروها هكا في الدار وتبقى ريحه زوينه في الدار. ها هي اميره العرب راها متوفره 30 درهم وكاينه قمه يا البنات. ها هي ما فيهاش بتاتا ريحه ديال العود، هي بديله ديال العطر ديال جود جول. تترشوا في يعني في الدار كتبقى واحد الريحه اللي هي منعشه في الدار. انا براسي راه هي اللي مخليه المحل، هي وماهر هما اللي كندير انا نيت المحل. ها هي قريبه كاع تخوى، ها هي كيف ما كتشوفوا الشرا قريبه كاع تخوى، كتصوت وكتقطع. المهم الثمن ديالهم 30 درهم. انا راه تقريبا راه تبارك الله راه مده وانا خدامه بها في المحل، مخيره كتخلي ريحه زوينه في المحل ولا في الدار. الثمن ديالها 30 درهم البنات. ندوزو لشكل واحد اخر. الناس اللي كيحماقوا على العود كاينه عود مود، هاي راها متوفره حتى هي 30 درهم وفيها 300 ميل كيف ما كتشوفوا الشركه ديال لطافه. البنات اللي كيبغيو العود، الناس اللي كيبغيو عاوتاني شي حاجه اللي فيها العود شويه، كاينه فخر لطافه 30 درهم حتى هي ريحه فيها غزاله بزاف. بالنسبه للدراري اللي كيبغيو شي حاجه للطوموبيل، شي حاجه هكايا للبيرو الخدمه، كاينه فخر لطافه الكريد ديالها حتى هي راها زوينه رجاليه 30 درهم. ندوزو ليارا، شي حاجه بغيتي شي حاجه فيها الورد ما فيهاش بتاتا ريحه ديال العود، شي حاجه دمقه، شي حاجه فريش، كاينه هادي ها هي 30 درهم البنات من الشركه ديال لطافه. ما كاين لا 50 درهم لا 70 درهم لا 80 درهم، 30 درهم البنات. باش تكونوا عارفين هادو راه مفوتين مع الجمله بخمسة دراهم. الناس اللي كيتقداو راه ديجا عارفيني اشنو تنقول. وهاد القضيه هادي ديال الاثمنه اللي كنحط لكم راه سبات واحد اش غادي نقول لكم عقده لبعض الاشخاص. كاين كل قال لي حيدني كاع من هذا اليوتيوب هذا ما نبقاش فيه كاع. المهم ها هي ملطف الجو، انا الابيض البيضاء حتى هي راه متوفره 30 درهم ما فيهاش بتاتا الريحه ديال العود. وبالنسبه لهاد البيضاء هذه راه كتمشي رجال ونساء. ندوزو يا اختي الديودورو، الناس اللي كانوا كيسولوا على اميره العرب، ها هي
ها هي يا اختي، ها هي راها متوفرة حاليا في المحل. اللي بغاها مرحبا، 100 ألف مرحبا. نبداو بأميرة العرب. الناس اللي كيسولوا على أميرة العرب، بالنسبة للميل فيهم 250 ميل، الثمن ديالهم 50 درهم. البنات ها هي من شركة ديال الأصداف كيف ما كتشوفوا، ها العلامة المائية، ها هي العبوة لومبالاج ديالها كيفاش كتجي. وكاينة يا راح حتى هي كيف ما كتشوفوا 50 درهم. اللي بغاتها مرحبا و 100 ألف مرحبا. وبالنسبة للرجال كاينة رائد، هاي راها متوفرة في المحل. بالنسبة للبنات كاينة رمز اللطافة، أو النساء كاينة رمز اللطافة. بالنسبة رجال ونساء كاينة خالص عودي. الناس اللي كيبغيو شوية العود، هذه راه فيها ريحة ديال العود. عاوتاني كذلك الناس البنات اللي كيبغيو ريحة ديال العود، هذه حتى هي فيها ريحة ديال العود. ها لومبالاج ديالها كيفاش كتجي. بالنسبة للشباب شي حاجة اللي فيها العود وشبابية، كاينة بديل العود، ها هي تاهي راه متوفرة 50 درهم. بالنسبة للنساء اللي باغين شي حاجة دنقة، ها هي خالص مسك 50 درهم. سمحوا لي البنات الا كنت كنقطع، راه كيدخل شي حد ضروري خاصني نقطع. بالنسبة لشي حاجة اللي ديدورها كتجسم فيها شي شوية ديال العود، كاينة فخر لطافة، ها هي راه متوفرة حتى هي ب50 درهم. عندكم هنايا رجال ونساء، انا الابيض البيضة راه كتمشي رجال ونساء 50 درهم. هادو راه العبوات الكبارين ماشي الصغار. وكاينة انا الابيض الحمراء حتى هي راه متوفرة ب50 درهم، كتمشي حتى هي رجال ونساء. هاد انا الابيض الحمراء. وبالنسبة للعبوات الصغارين كاينة اميرة العرب، الثمن ديالها 30 درهم، وبالنسبة للميل فيهم 200 ميل. وكاينة رمز لطافة حتى هي فيها 200 ميل، 30 درهم، كتمشي نساء. وبالنسبة لفخر لطافة حتى هي فيها 30 ميل، كتمشي نساء. بالنسبة لهادو دوزنا دابا ديودورون وملطف الجو. ندوزو دابا الملطف او معطر الفراش. اول حاجة كاينة بنت حوران كيف ما كتشوفوا من شركة ديال ارض الزعفران، هالعلامة المائية ديالها. ومن داخلها كيفاش كتجي، نفتحها معكم باش تشوفوا من الداخل كيفاش كتجي. هادو بالنسبة للفراش، هادو هما ديال الفراش، ها كيفاش كتجي يا البنات، ها لومبالاج ديالها. بالنسبة لبنت حوران 50 درهم البنات، ملطف الملطف الجو 30 درهم، وملطف الفراش 50 درهم. عندكم هنايا الناس اللي ما كيبغيوش بتاتا الريحه ديال العود، عندكم حريم السلطان وعندكم بنت حوران. هنا كاينه حريم السلطان. وبالنسبه للميل ما ذكرتش الميل، الميل فيهم 250 ميل، 250 ميل. بالنسبه لحريم السلطان حتى هي ما فيهاش بتاتا الريحه ديال العود، فيها ريحه ديال الورد، والثمن ديالها 50 درهم. ومن الداخل راه كتجي تقريبا بحال الاخرى اللي في لومبالاج، يعني بلا ما نحلها راه بحال بحال في لومبالاج طبق الاصل. وعندكم هنايا الناس اللي كيبغيو العود، كاينه رغبه، وكانت حتى عود مود وما بقاتش، تبعت كلها قبل كاع ما لونسيها في فيديو. كاينه من شركه ديال لطافه كيف ما كتشوفوا، كاينه رغبه الثمن ديالها 50 درهم. وكاينه انا الابيض البيضاء حتى هي موجوده ومتوفره في المحل من شركه ديال لطافه، 50 درهم حتى هي موجوده. وبالنسبه للبخور، الناس اللي كانوا كيسولوا على نبيل، بالنسبه لهاد اللون هذا راه متوفر حاليا في المحل. الريحه فيه ريحه ديال العود، فيه ريحه غزاله بزاف. وبالنسبه لهذا راه الاصلي ماشي دوزيام، راه الاوريجينال، الثمن ديالو 90 درهم البنات. ها هي كيف ما كتشوفوا الاصلي، الثمن ديالو 90 درهم. وبالنسبه للميل شحال فيه من غرام، انا غادي نقول لكم فيها البنات 60 غرام، هذا فيه 60 غرام. كاين في اللون هاد اللون هذا، وكاين في اللون الاسود، وكاين في اللون الابيض. الاحمر ديالو ما بقاش عندي في المحل. الناس اللي ما باغينش ريحه ديال العود قاصحه وباغين ريحه ديال النقا وريحه ديال المسك، كاين هاد الابيض هذا الثمن ديالو 90 درهم. الناس اللي باغين ريحه ديال العود كاينين هاد الزوج هادو، كاين هذا 90 درهم وهذا 90 درهم، وبنبزوج بهم فيهم 60 غرام. وبالنسبه من شركه ديال بنافع العود، جبت لكم هاد هاد بلاك عود، كيجي غزال رائع كيف ما كتشوفوا العلامه المائيه. وبالنسبه لهذا الصنع ديالو، راه صنع في مملكه البحرين كيف ما كتشوفوا، ها هو راه شركه ديال بنافع العود، راه حتى هي شركه اللي هي معروفه، ويعني
يعني بلا ما نزيد نوضحها انا ونزيد نعرف بها، ديجا معرفه راسها براسها. لومبالاج ديال البخور كيجي على هذا الشكل، وهذا راه كيجيو فيه طريفات ديال العود كيف ما كتشوفوها نتوما، فيه طريفات ديال العود وريحته غزاله البنات، فيه ريحه ديال العود، ريحه منعشه. والثمن ديالو حتى هو راه 90 درهم فحالو فحال الاخرين البنات، بنا فيه العود او بلاك عود حتى هو راه الثمن ديالو 90 درهم. اما بالنسبه للغرام راه فيه 50 غرام، هذا راه قل من الاخرين ب 10 غرام باش تكونوا عارفين. وهكا كيكون سالى الفيديو، كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. اللي باقي ما دارش لايك دير لايك، واللي باقي ما اشتركتش في القناه تشترك في القناه باش ديما يوصلكم الجديد. وما تنساوناش بالبصمه، وبالسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.